يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تطلب من العالم الموحد في الدنيا فتقول له إذا رزقك الله الشفاعة في الآخرة فاشفع لي عند الله، هل يجوز هذا الأمر؟ ما أعلم لهذا أصل، أنهم يوصون بالآخرة، يقولون بالآخرة تدعي لنا، فاطلب منها الآن يدعو لك، شو تعجل للآخرة؟ أدام أنه رجل صالح وأنت بحاجة إلى الدعاء، هل يدعو لك الآن؟ نعم.